هنالك محاولات لبعض الناس أن تشوه سمعة القضاء العراقي، وأنا قلت في حلقات سابقة نحن القضاء العراقي يعيش عصره الذهبي في مرحلة السيد فايق زيدان. هؤلاء الذين يحاولون أن يصطادوا بالماء العكر لتشويه أهم مؤسسة قضائية عراقية تحملت وزرة محاكمة إرهابيين وقتل وفاسدين، الآن ممارسة عملية إيهام للجمهور وللناس وللنيل من القضاء. خليني أسمع هذا التسجيل الصوتي ونعلق عليه. طول التسجيل الصوتي فما بقى شيء، يعني بقى الطراطيش شغلات بسيطة، بقى عندنا بس العدد ذا كمان أدخ هو ذا جو ثلاثة وأسمع أربعة خلاص. إحنا العدد أسمع ورا المصادر أسمع للمرد المدية الفايق تبقى وياه وحش وياه بيه شيء ولا اقتنعت نكمل المرحلة الوراء. بس أنت تسمع إن بسمعت يسموها محمد أملك أملك خبر ليش؟ حب الله تعال قلتك إذا أجلت هذه والله ما راح أزعل، بس والله ما حد يجي ينقص من هذا يكون بلس، قال ما حد يجي ينقص من هذا. منو قال؟ نصر نصر بس عجل عندكم فرصة على الطلعة وأنا وياه قالوا ما مستحي. أنا بحكيك يا بالقلم العريض دير الفريق ما يخاف تتفقوا لي أنا خوانا المقترحات لك صح. قلت لك اقعد وياه على فكرة اسأل براحتك كل ما تقلبون علينا لا تستحي باكر ونقع نسالف وانت روح هناك وروح قابل ورتب امورك كلها. ان اقتنعت ضمانه يمي بيه شيء، ما اقتنعت اهم الضمانه يمي تبقى اخويا وانا عاونك. اي انت بس يا شيخ خلي يقول لك شو وقت الموعد، اذا قال لك باكر قول له ارد اقعد وياه واقول لك حكاية على ثابت اعرفه، ثابت مؤثر جدا يمه وهو طلعني حتى يصير عندك علم، يعني مو تحكيها أنا لو مو مؤثر ما أقول لك عليه. وأنا صادق تدريبي ما أعرف الفد من تجي أفهمك شلون تحكي وياه وشنو التطمينات وشنو عندك تريد تغلق أخذ وياك ورقة ورقة وقلم، يعني مثلي شخصد حتى إذا مقبل تجي غلق مواضيعك واستفيد من عنده. أوكي أخوي أنا ممنون الأخوي مع السلامة. شلونك دكتور؟ شلون صحتك دكتور؟ ويانا على الخط شيخ ثابت بيجي وياه. ايه دكتور حبيبي اهلا وسهلا الله يعزك شلونك؟ دكتور احنا ابتزامنا اني وياك والاخرين يا الشيخ طابت، احنا نعرض الشيخ طابت ان يكون الدور الرئيسي بالمستقبل الجاي. انت راح تكون ويا الشيخ طابت وياي واحد، احنا اني الشيخ طابت اصلا انا وياه هو وياي. والله ان صار لي سنتين تلفت الواقف محاكم ضربت محاكم وضربت هذا رجل حساب ووديت جبت خاطر دكتور جمال. اضافه الى حمايتك بالمرحله الجايه والمرحله المستقبليه راح تكون مسؤوليه مشتركه. هو دكتور عنده شيء معين بباله الان حتى تجي اشاره باكر الصبح انه عندك شيء ببالك؟ يمكن شوي طلع من الخط الانترنت مالتي. شوف شيء ببالك دكتور حتى تجي اشاره باكر عندي قضيه محكمه شيء باكر الله يرحمه. اول حسابه خل بس يرجع على الخط ارجع الاتصال مشترك يسال سؤال يقول اكو شيء يريده حتى اثبت له باكر موضوع يخلص الهياه. اقول له لا عرض اشوفه حتى اطرح المواضيع راح اسوي السلام طويل يعني. دكتور الشيخ ويانا الدكتور اشرح تقول ما لحقت وانا ست عندي لقاء ما لحقت للدكتور. إذا قدرت تسوي مثلاً على باكر بس خلي وقت حتى اليوم يجي تدري حتى يجون اثنيناتهم شيخ حتى يجون اثنيناتهم وينضمون وخلص يصير جزء من المعادلة. وكال أنا إن شاء الله بالسلام وانطق موقف وراح إحنا بالأنبار يمثلنا بالمرحلة الجاية ويشتغلنا بالأنبار ويكوننا قاعدة جماهيرية أكبر. خلاص إن شاء الله بالسلام وانطق موقف دكتور وننتظر جواب من جنابك شيخ. مع السلامة. هلا دكتور حبيبي شلونك عيني؟ باكر اجتماع مجلس القضاء الاعلى مال الاستئنافات العراق كله قال انا شويه مضغوط علي باليومين اذا تريدون لحد جاي الصبح انا اقدر بالصبح اشوفه. هو فاقد الثقه بالناس تم لك سولف لحد يرحم القضاء الاعلام الان قال لي تعرف واحد خابرني قال لي ثابت العباس راح يجيك بسته
أنا أولا أشكر ثقتك، ثانيا شغلة واحدة، أنا أخوك الكبير، خليك كتمان وراح تجي تقعد وياك كتمان. قال لي والله خابرني صديقي، قال لي عندك موعد بالستة ويا ثلاثة العباسي. أنت قال المثنى؟ طبعا أنا قال المثنى وقال اليونس، قال لك إليك. أنا ما حاجة عمي أبد والله حاجة. قلت له ضاعت الأمور. قال شلون؟ قلت له حاجة أنا الخمسة ستة أنا بالنسبة لي ما بخابر. هذا التسجيل الصوتي اللي انتم استمعتوه للآن، هذه الشخصيات التي ظهرت، ثابت العباس اعتقد كان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، السيد جمال الكربولي وآخرين. هذا الذي كانوا يعتقدون انهم يتحدثون مع انفسهم سرا ومتضايقين انه بدأت تطلع المعلومة، انه يحاولون ايهام الناس انهم يمتلكون القدرة على القضاء العراقي وعلى سيد فايق زيدان ويجيبون هذه القرارات بالطريقة التي يعتقدون بها. لذلك الغاية من عرض هذا التقرير الاتصال الصوتي الآن، الادعاء العام يجب أن يحرك شكوى، لأنه هذا خطير، بمعنى يطعن بشرف القضاء إذا لم تتم معالجة هذه القضية. بمعنى الناس كلها راح تعتقد الذين سجنوا وملفات الفساد كانت تفبرك، ها، ويروح يقعد فلان ويا فلان يم القضاء العراقي وياخذ قرار ويطلع، لان هاي القضية بهذا الشكل خطير. اكو عندكم لعب سياسي، اكو عندكم اتفاقات سياسية، اكو مصالح متضادة بين اشخاص موجودين في مناطقكم. عفوا للقضاء عمي، التربية والتعليم سقطتوها فسدتوها، عفونا القضاء، تردون تجيبوا لكم رئيس مجلس نواب اتفقوا بياناتكم، لا تخلونا احنا والقضاء يصير ضحية. لذلك يا سيد فايق زيدان، هذا لا يمسك انت شخصيا وحدك، هذا يمس سمعة اعلى مؤسسة قضائية بالبلد تحكم بالعدل. وندرك، وانا قريب واستمع لدور القضاء العراقي الذي بدأ يتعافى. ولذلك يا قضاء، حذاري من السياسيين واللاعيب السياسية اللي دا يشتغلون بها بهذه الطريقة. الأسماء واضحة داخل بها مثنى السامرائي من ضمن الأسماء اللي أنا جبت ملفة، وحتى هذه اللحظة أنتظر عملية إلقاء القبض علي بهذه الملفات. أجتسها الحبيبة الوزيرة التربية، دول الفاسدين إذا ظلوا والله العظيم حتى سمعة القضاء العراقي راح تتدمر. أكو لعب سياسي خطير، وأكو افتراء على السيد فايق زيدان، وأكو افتراء على مؤسسات رقابية أخرى، وهذه عملة تشويه واضحة يفترض أن يفتح بها تحقيق السيد رئيس الادعاء العام. ويجب أن نسمع من السيد فايق زيدان قرارا حاسما. هذا التسجيل موجود وهذه المحادثة موجودة، عندكم خلافات سياسية، هسه احنا تعودنا على الخلافات السياسية، لكن لا تسقطوا القضاء. شنو اروح اقعد يمه ووافيك بالنتائج؟ ليش شنو القضاء تشمبر يبيع لبلبي يبيع باقل القضاء غير قانون ودستور وقضاة؟ القضاء العراقي تاريخ عمي، ماكو قضاء بالمنطقة اتحمل ضيم وإرهاب وقتل وتهديد وضغط مثل القضاء العراقي. واني أعرف عفوا، وعندي معطيات كثيرة كيف كان يضغط على القضاء العراقي إلى حد انفجر أحد السياسيين وقالها، لكن بقى القضاء العراقي. هذه الشرذمة التي تريد أن تشوه سمعة القضاء العراقي، القضاء العراقي أولى بالرد. ومو قضية خيار يعني أن يرد القضاء لو ما يرد، لا، لازم يرد. تدرون ليش؟ احتراما لهذا التاريخ، احتراما للمنجز، للدماء، لهيبة العراقيين ولهيبة هذا البلد.